خلال الساعات القادمة بكل المعلومات أو الأفكار التي تخص ما يحدث في سيناء مباشرة مع المشاهد في مع أكبر قدر من الاحتراز في تحصيل المعلومة أو على الأقل تنقيحها ومناقشتها أمام المشاهد على الهواء مباشرة، لأنه هو ده الحاجة الوحيدة اللي في إيدينا في هذه اللحظات. هرجع بحضراتكم بس ساعات لامبارح. امبارح كان في جلسة في وادي النطرون أو في محكمة الإسماعيلية بخصوص الهاربين من وادي النطرون، وكان فيها أكتر من ملمح لازم نعرضه كما هو. أولا لما تقدم مأمور سجن 2 في سجن وادي النطرون للشهادة بدا عليه التأفف، كان متضايق قوي، متضايق من قرار المحكمة بالضبط والإحضار. للمعلومة إنه المحكمة طلبت حضور مأمور سجن 2 في وادي النطرون أكثر من مرة ولم يستجب وما حضرش الجلسات، فأخذت قرار الجلسة اللي قبل اللي فاتت بضبطه وإحضاره. المأمور كان متأفف جدا، مستاء جدا، وخاطب المحكمة بعتاب شديد اللهجة، إزاي يحصل لي ضبط وإحضار؟ الحقيقة إنه هيئة المحكمة تعاملت بحسم شديد جدا معاه، ولدرجة إنه القاضي رئيس هيئة المحكمة المستشار خالد محجوب قال له إن استمريت في الإخلال بالجلسة فأنت في لحظة ممكن تتحول من شاهد إلى متهم يتحبس 48 ساعة. خلينا نشوف المقطع ده. جرائم جلسات، يعني لو خليت بنظام الجلسة هقلبك من شاهد وحطك في القفص دلوقتي من الآخر 24 ساعة. أنا بقول لك أحرك عليك الدعوة، اسمعني، أحرك عليك الدعوة الجنائية دلوقتي وحطك في القفص. القولة الواحدة، إخلال بنظام الجلسة لابد أن يكون أوصاف، مش عشان هيئة المحكمة، علشان العدالة وعشان إن دي محكمة، ولابد إن جميع الأطياف تحترم المحكمة. ولكن إذا كنت أنت أهل المحكمة راعي من أول دخولك المحكمة اللي أنت عندك بقينا شو عايز تطلع، إحنا من باب اللي إحنا بنساعدك إن أنت تطلع شو عايز فيه، ده مش معناه إن أنت تخليه بنظام الجلسة. نظام الجلسة من جرائم، أحطك في القفص 48 ساعة ولا معقب، لكن انا كمحكمه براعي برضو عندي روح القانون. روح القانون النهارده انا بتعامل في قضيه بنفخر فيها في الصخر. عارف ليه بنفخر فيها؟ لا، انت لازم تساعد وكل الناس تساعد واللي عندها حقيقه تساعد، لان ده مش علشان ده يظهر الحقيقه. بس انت عشان انت المفروض مسؤول من هنا، انت مسؤول من ضمن المسؤولين اللي في وقائع بالنسبه لك هنا. انا مش عاوز اعرف الحقيقه، ما فيش ليه كنت انا بقول لك. طب انا بقول لك احنا بعتنا لك الداخليه بقى هي الايه السبب. درس محترم وقاسي وله مغزى من رئيس هيئة المحكمة للشاهد مع كامل الاحترام لكل الشهود، إنما إن كان مأمور قسم أو مأمور سجن سيتأفف من السؤال، يبقى المحكمة مش المفروض بقى إن هي تطلب لا رئيس جمهورية ولا رئيس حزب ولا نائب رئيس حزب ولا أيا كان. يمكن الموقف ده يكون له دلالة تسبغ بقية جلسات هذه المحاكمة. على كل الأحوال الشاهد طلب تأجيل شهادته واستجابت المحكمة لذلك، قال لهم أنا في ظرف نفسي وغير متأهب للإدلاء بالشهادة، ممكن الجلسة تتأجل، وقبلت المحكمة طلب الشاهد بأنه يشهد في جلسة أخرى. بالنسبة بقى للشهود اللي أدلوا بشهادتهم امبارح في الجلسة، فكانوا حوالي 3. واحد من الشهود قال بخبرتي انه اللي حصل من اقتحام السجون وبعد المسافة وتحرير بعض السجناء يجعل الشاهد يعتقد انه بالتأكيد كان في تنسيق ما بين عناصر من حماس وعناصر داخل جمهورية مصر العربي. انا اللي هو بتاع ان احنا قايلين انه يا اقدار الداخليه امن السجون واستعين بالقوات المسلحه. انا اخترت الجهاد مع حضرتك ولا انا معاك. انا اخترت جميع الجهات ووزاره الداخليه علشان تامن السجون، ان السجون فتحت لمعرفه ضباط السجون ووزاره الداخليه لاحداث حاله من الخوف. لو كان هذا الخيال الكوني موجود اقرب سجنين لتحقيق هذا المخطط هما سجنين استئناف وطوع. العناصر
الجنوبيه يهتمون الى لهجات غير مصريه وليس غير مصريه. هل كان اقتحام السجون من قبل هؤلاء تلك العناصر هدف انتشار الذعر والترسيخ للفوضى الامنيه بين المواطنين ام انه كان يستهدف اشخاص بعينهم؟ هو واضح انه كان يستهدف نوعيات معينه بس. يوم 29 الساعه 5 اخطرنا ان في العميد سامح ناصر ده ضابط في اداره امن الدوله في سوريا جاء معاه من قيادات الاخوان عدد 14 قياده من قيادات الاخوان ده عشان يوضعوا سجن النار. خد اجراءاته مع مامور السجن. ايه هي الاجراءات؟ مع مامور السجن كان متواجد مع مامور السجن غاده المطلوب ورئيس المباحث وسكنوه في عنبر رقم 3. وكان معاهم لكن انا ما كنتش موجود، انا كنت بدير انا رئيس مكتب اداري داخل مدينه السادات. امال مين اللي كان متولي؟ النقيب محمد نجم يعمل حاليا في مصلحه الجواسات. انت سلمته يوم 29 ساعه ما كلمنيش لا في محمد نجم ولا محمد علي ولا عنده معلومه؟ عندك معلومه؟ اه انا حضرتك بعد اذن حضرتك انا الكلام ده بعد اذن حضرتك فات عليه اكتر من سنتين. اه دخلنا انا رجعت بعد اذن حضرتك بعد اذن انا رجعت قبل ما اجي حضرتك لما عرفت انا هسال رجعت النقيب محمد قال لي يوم 29 الساعه 5. ايه احنا المعلومات اللي عندك؟ عندي المعلومات ان في كان في عمليات اقتحام من الخارج وفي بعض عمليات تمرد داخل السجن. دي معلومات ده كلام ما شفتش بعينيا. الكلام ده انا سمعته من الكلام ده وصلني من احمد الوكيل ضابط مبعث. حصل ان كان في حاله من الازاحه الممنهجه جدا جدا واللي باينه بمنتهى الوضوح لكل مظاهر الدوله في مدينه رفح. اقل واحد رفع التليفون وكلمنا في العريش قال لنا عندنا 10 عربيات ربع نقل بيسموها عربيه مارادونا بلغتهم يركب عليها 4 أو 5 افراد بالسلاح الالي بعضهم معاه RPGات يستهدفوا المباني لكنس كل مظاهر الدوله واللي تم بالفعل 3-4 صباحا كانت كل الاجهزه وكل افراد الشرطه خارج مدينه رفح فيما عدا معسكر الامن المركزي. انت عايز تقول ان عناصر خارجيه هي اللي تعرف مش منتمي للبدو وسيما؟ هم منتمين للبدو لان ما فيش في المنطقه عناصر خارجيه بالظبط كده. هي ما فيش هم ما انا هحط الجمله اللي هتفسر لحضرتك. هم مش هيعملوا العمليه بتاعت وادي النطرون وهيوصلوا وادي النطرون وابو زعبل. اولا هيوصلوا، ثانيا يخرجوا المساجين، ثالثا يرجعوا تاني ويخرجوا الناس ونشوفهم بعد ساعات في غزه حزب الله بدون مساعدة من البلد. تلخيصا لكل التكهنات الخاصة بسيناء في هذه اللحظة. 1، القوات المسلحة لم تعلن رسميا عن أي شيء، لا صفحتها ولا المتحدث الرسمي باسمها، لم تعلن رسميا أي شيء. كل ما تمت مشاهدته على الأرض هو تحركات استثنائية موجودة على الأرض. المصادر العسكرية التي في غالب الأمر لا تود الإفصاح عن اسمها تنفي أن يكون في بدء العملية على الأرض، وبالتالي ده بيرجح قول مراسلنا أنه التحركات قد تكون تمهيدية قد تكون تأمينية، إنما بدء فعلي المصادر العسكرية تنفي ذلك.